وما زلنا مستمرين في احتفائنا واحتفالنا باليوم العالمي للمرأة، ومعنا إحدى المكرمات من السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح. يعني حقيقي التكريم ده كمان جه بعد كفاح ومجهود كبير جدا في تأسيس أول جمعية تعاونية نسائية للحرف اليدوية والتراثية. خلونا نرحب دلوقتي على التليفون السيدة حسناء عاطف، مؤسسة أول جمعية تعاونية نسائية للحرف اليدوية والتراثية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح الخير عليكم. اهلا بيك يا فندم. طيب استاذه حسناء، حضرتك سامعانا كويس؟ صباح حضرتك يا فندم. اهلا بيكي. في البدايه حابين نعرف منك يعني شعورتي بايه بعد تكريم السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه في احتفاليه اليوم العالمي للمراه؟ حسيتي ان دي يمكن نتاج ثمار مجهودك؟ حسيتي بايه؟ حسيت بعد تعب 7 سنين من العمل في الحرف اليدوية ان انا فعلا انجزت حاجه، او ان انا كنت شغاله في الطريق الصح اللي انا ماشيه فيه في الطريقه دي. حسيت بشغف ان انا اتفرغ للمسؤوليه. بعد كده اداني دفعه قويه خلاني ان انا ابص كويس. استاذه حسناء، بس استاذن حضرتك يعني لو ممكن يعني نقف في مكان تكون شبكه فيه افضل، لانه الصوت يعني مش واصل كويس. الو، ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. اه كده افضل، اتفضلي. لا طبعا اتبسطت كتير ان انا حاجه زي كده تحصل لي بعد 7 سنين من شغلي. اديتني حافز ان انا اكمل في المشوار بتاعي. عرفت ان انا ازاي الواحد يمشي بالطريقه الصح في الشغل. يعني خلاني دفعه قويه لنادية ولزمايلي في الجمعيه ان هم يكملوا في موضوع الحرف. ويعني بعد تعب، يعني تعب بالنسبه لي 7 سنين، حسيت ان انا فعلا يعني كرمت على حاجه ان انا فعلا تعبانه فيها، او ان حد من جهاز زي كده اللي هي مثلا تبص عليا، دي حاجه بالنسبه لي معايا. يعني حضرتك كنت لسه بتتكلمي دلوقتي على المحافظه على الحرف اليدويه، حابين نعرف منك ازاي يعني عندكم افكار ان انتوا تحافظوا عن او على الحرف اليدويه من الاندثار؟ طيب احنا اول حاجه كنا شغالين في مصنع عمال. بعد كده المصنع ده 3 سنين وقفل. فاحنا في الوقت احنا كنا بناخد تدريبات عن التعاونيات، وهي ايه التعاونيات؟ جمعنا 21 سيدة، عملنا أول تعاونية نسائية للحرف اليدوية في مصر، وثاني تعاونية على الوطن العربي الإفريقي. من 21 سيدة حاليا لقينا 35 سيدة عدوى في الجمعية دي، و300 حرفية غير عدوى مسجلة بس شغالة معانا في قرى مختلفة. اشتغلنا على ازاي ان احنا الحرف الموجوده في اسوان ان هي ما تروحش كده. دايما كان اهالينا في القرى بيقولوا لا دي حاجات قديمه، انتوا هترجعونا تاني لايام الفار، لايام زمان، لايام. كان دايما بنسمع الكلام ده اللي كان بالنسبه لنا بنعتبره تحدي ليهم. حاولنا ان احنا نطور فيهم في الحرف. اشتغلنا على حرفه الخيوط، على العرجون، على الكروشيه. حولنا الكروشيه اللي هو بالوانات المختلفه او تقبل هذا، حولنا الطريقه. يعني سيدة حسناء عاطف طبعا مؤسسة أول جمعية تعاونية نسائية للحرف اليدوية والتراثية، نشكر حضرتك جزيل الشكر والحقيقة بنحييكي على هذه الفكرة. يعني مش بس أن أنت بتعيدي إحياء وإثراء يمكن الحرف اليدوية مرة أخرى، لكن كمان مصدر دخل ومصدر رزق وباب رزق كمان لسيدات كتير جدا. بنشكرك يا فندم.